القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. هكذا بدأت الخطوات الأولى لإعداد ساحة الملعب لمباراة الكلاسيكو الأسباني في قطاع غزة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. نظمت المباراة الرمزية بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة في صورة غضب ورفض لحضور الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط لهذه المباراة. ستكون هناك الجاليات الفلسطينية والعربية والأحرار العالم سيعطون رسالة إلى برشلونة ولغير برشلونة بأن الشعب الفلسطيني وبأن الرياضة تخدم الإنسانية وتخدم العدل وتخدم المحبة، لا تخدم القتلة والمجرمين أمثال شليط وغيره. الرياضة هي رسالة محبة لكل الإنسانية جمعاء، ونحن نعلم أن هذه المباراة سيحضرها عدد كبير جدا من أبناء الكرة الأرضية، ولكننا سنبرق لهم برسالة أننا لا نقبل المساواة بين الضحية والجلاد. التبريرات التي ساقها نادي برشلونة لدعوة جلعاد شليط لحضور الكلاسيكو لم تجد أذانا صاغية لدى الفلسطينيين. الرياضي المحرر محمود السرسك رفض دعوة مشابهة في رسالة رفض للمساواة بين الجندي المحتل وبين الضحية. كلنا كشعب فلسطين وتحديدا شعب غزة بننتظر اللحظات اللي بتكون فيها مباراة الكلاسيكو من كثر يعني حبنا للكلاسيكو ومشاهدتنا له. فاليوم يعني قررت عنا كجميع الرياضيين عدم مشاهدة اللي هو الكلاسيكو لوجود اللي هو جلعاد شليط في مدرجات الكامب نو في برشلونة. تتجاوز هذه المباراة المحاكاة الرياضية للكلاسيكو الأسباني إلى إيصال رسائل سياسية تتعلق برفض الفلسطينيين لحضور الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط لنهائي الدوري الأسباني. الرفض الفلسطيني لحضور شليط لمباراة الكلاسيكو الأسباني ترجم في صورة أخرى. فيلم قصير يصور الجندي الإسرائيلي وهو يطلق القذائف من دبابته صوب أطفال يلعبون كرة القدم في قطاع غزة. ليلا تابع عشاق الكلاسيكو المباراة في المنازل والمقاهي، متابعة بدت مختلفة هذه المرة، غضب كبير لتواجد شليط على مدرجات ملعب الكامب نو. أنا مشجع لنادي برشلونة وبحب النادي كتير يعني، بشجعه من فترة طويلة، بس بصراحة إنه وجود جلعاد شليط في مباراة زي هذه بخلينا إحنا نتأثر نوعا ما في هيك مباراة، يعني إنه الشخص هذا موجود وإحنا لازم نقاطع الشغلة هذه، يعني بغض النظر إنه هل إحنا بنحب برشلونة أو ما بنحبش. الغزيون الذين عادة ما يستبدلون أعلام الفصائل بالأعلام الكتالونية والمدريدية عند اقتراب الكلاسيكو فضلوا هذه المرة الاقتصار على مشاهدة المباراة من دون رفع العلم الكتالوني لنادي برشلونة. محمد الأسطل، تلفزيون القدس، غزة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.